علي يجعلنا من المتعظين ومن المستنصحين المحبين للناصحين العاملين بالنصيحة. زاد السلام قال لك إذا حددت نفسك بشيء بخير ولم تعمل به فقد كذبتها. هذا نوع من الكذب لا نلقي له بالا ولا نعبأ به، هو من الكذب المتكرر والكثير، لأنه متاح للإنسان أن يحدث نفسه بأشياء كثيرة ثم إنه لا يعمل بالذي وعد نفسه. وأيضا قال الزعب السلام من النفاق الخفي أن تعد نفسك ثم لا تفي. النفاق الخفي أن تعد نفسك ثم لا تفي، تعد نفسك بخير وتقول لها غادي ندير غادي نحفظ القرآن غادي نتدشي غادي كذا غادي نعتكف غادي نتدشي، ولكن بعد ذلك لا تفي. الله يجعلنا أوفياء العهد.